كشف الإعلامي عمرو أديب السبت الأول من مايو 2021 آخر تطورات الحالة الصحية للنجمين الكبيرين سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز بعد نقلهما لأحد المستشفيات. وقال عمرو أديب خلال تقديمه برنامج الحكاية عبر فضائية الإم بي سي: المجتمع المصري والعربي بيحب سمير غانم ودلال عبد العزيز، والاهتمام بحالتهما يفوق الوصف. وأضاف: آخر الأخبار اللي عندنا إن الأستاذ سمير غانم تم نقله للمستشفى بسبب الكلى وليس الكورونا. اتنقل المستشفى بسبب تعب في الكلى وليس كورونا. وتابع: أما الفنانة دلال عبد العزيز فما زالت تعاني من كورونا وإن شاء الله تبقى كويسة. هي حاليا على جهاز تنفس صناعي ونرجو الدعاء لهما بالشفاء. وكان رامي رضوان أعلن إصابة حماه سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس كورونا وطلب الدعاء ليهم، ربنا يشفي الكل. وكان في كمان إيمي قالوا إن هي اتنقلت للمستشفى بسبب كورونا، ربنا يطمن محبيهم وهنشوف آثار تانية عنه. حل الفنان الكبير سمير غانم السبت 12 ديسمبر 2020 ضيفا على برنامج السيرة الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة الدي ام سي ليتحدث عن حياته الشخصية وزيجاته الثلاثة. وأوضح سمير غانم أن الزيجة الأولى كانت من امرأة صومالية تعرف عليها في إحدى الحفلات، ولم تستمر الزيجة سوى شهرين أو 3 أشهر تقريبا، قائلا: بنت حلال وست ظريفة وحبوبة وعيالها اتجوزوا دلوقتي ما شاء الله، اتعرفنا على بعض في الحفلات وهي كانت مع الجمهور، كانت مجنونة بحاجة اسمها سمير غانم. وأضاف أن الزواجيه الثاني تم بشكل مفاجئ وبطريقة كوميدية، ففي إحدى السهرات تحدتهم إحدى الصديقات بأن يتزوجها فقام بالأمر على الفور قائلا: كنت سهران عند ناس فجأة روحت لقيت نفسي متجوز. كانت مسألة تحدي واحدة اتحدتها وقالت لها: طب لو هو بيحبك يتجوزك؟ كبرتها في دماغها: وفي دماغي كنا أصحاب بس مش لدرجة الجواز. فراحت مكلمة واحد صاحبها راح جاب المأذون واحنا قاعدين، كانت الساعة 3:30. تابع: فضلنا أسبوع متجوزين، كان في تفاهم طبعا إن الجوازة مش هتكمل، فده سهل الأمور. هي طبعا ست عظيمة ربنا يديها الصحة، ست تجنن، بس ما دام مش بمزاجي أنا ما كملناش. أما الزيجة الثالثة والأخيرة من الفنانة دلال عبد العزيز، أكد سمير غانم أنه لولا مجهود دلال في إتمام هذا الزواج لما سعي إليه على الإطلاق، قائلا: دلال دي أسطورة اللي نجح جوازنا لحد دلوقتي، إني ما كنتش عاوز أتجوز دلال اللي نجحت الجوازة، هي ست مش سهلة وبتعرف تخطط مظبوط، كانت بتحبني بس كنا أصحاب مش متجوزين، فضلت كتير لحد ما أخويا مات فوقفت جنبي بجد واكتشفت إنها ست لا يمكن الاستغناء عنها، رحنا متجوزين فعلى طول جت دنيا وبعديها إيمي. أشار إلى أن دلال امرأة ذكية وشخصيتها قوية، لافتا إلى أنه حذرها من الارتباط به لأنه يكبرها بنحو 20 سنة، لكنها أصرت على الجواز منه قائلا: كانت بنت ريفية جاية من الزقازيق وبنت ناس ومتواضعة، بس قمر وأنا حذرتها قلت لها: يا دلال أنا أكبر منك ب20 سنة. قالت لي: ما يهمك شيء. طلع كلامها مظبوط واكتشفت مع الوقت إن ربنا بيحبني لأن اتجوزت دلال، هي فعلا من الستات اللي شخصيتها قوية لدرجة بقيت أسلمها كل المشاكل وهي تحلها. وكان النجم سمير غانم قال في الجزء الأول من البرنامج أنه بدأ مراهقته منذ عمر 15 سنة، وحبه الأول كانت بنت الجيران.
ولكنها كانت تتجاهله دائما، وأكد أنه خجول جدا، والوحيدة اللي وقف أمامها الفنانة مدينة كامل وعكسها قائلا: أنت زي القمر. فردت: ميرسي، الله يخليك. مضيفا أنه اكتشف موهبتها أيام الجامعة، وعرفها بالأستاذ محمد سالم، وأكد سمير غانم أن أرقام البنات كانت عنده أكتر من أرقام الولاد. لافتا إلى أن البنت الوحيدة اللي كاتي الذي كان يحفظ رقمها أيام الجامعة كانت في كلية حقوق. مضيفا: وكنت دايما بروح الكلية عشان أشوف الفنانة زبيدة ثروت، ووصفها بلهضة القشطة، مشيرا إلى أنه في مصر كان هناك بنات كتير ولا تعد. ووصف سمير غانم أن المرأة مهمة في وجود حياة الرجل، وأصبحت المرأة متواجدة على السوشيال ميديا أكثر من الرجال. انتوا ايه رأيكم؟ شاركونا في التعليقات. يذكر ان الفنان سمير غانم تزوج من الممثلة دلال عبد العزيز، وذلك بعد لقائهما معا في مسرحية اهلا يا دكتور، ولديهما ابنتان هما دنيا وامل الشهيرة في التلفزيون باسم ايمي. ادي هنا وهم صغيرين البنتين الحلوين دنيا وايمي، بقوا فنانتين مشهورتين طبعا ومحبوبتين من الكل. وادي هنا سمير غانم ودلال عبد العزيز، وهنا ايمي اتجوزت حسن الرداد، ودنيا اتجوزت رامي رضوان. ولد سمير غانم في عرب العطاولة من محافظة أسيوط مصر عام 1937، وانضم بعد الثانوية العامة لكلية الشرطة احتذاءً بوالده، هو الذي كان ضابط شرطة، ولكنه تم فصله منها بعد رسوبه لسنتين متتاليتين، فنقل أوراقه إلى كلية الزراعة في جامعة الإسكندرية، كما انضم للفرق الفنية فيها. ربنا بيمشي طريق الإنسان لما فيه مصلحته. قال الفنان الكبير سمير غانم في أول تصريح له عقب وفاة رفيق عمره جورج سيدهم أنه كان كالجبل وتحمل في حياته ما لا يتحمله بشر. وأوضح الفنان الكوميدي الكبير في تصريح خاص لليوم السابع: جورج قضى 20 عاما من عمره معذبا بالمرض، وكان يعاني معاناة شديدة، وأدعو الله أن يسكنه فسيح جناته ويجزيه خيرا عن معاناته في الدنيا. وبتأثر كبير قال سمير غانم: ربنا ابتلى جورج ابتلاء كبيرا، وأكيد ربنا بيحبه، كان أخويا وشريك عمري، وكان بيمتعني على المسرح سواء في فرقة ثلاثي أضواء المسرح أو في المسرحيات التي تشاركنا فيها سويا بعد وفاة الضيف أحمد الله يرحمه. وتابع الفنان الكبير: جورج أسعدني وأسعد الملايين، وكان فنان جميل له أسلوب خاص، وكان هو اللي بيدير فرقة ثلاثي أضواء المسرح، وأنا والضيف ما نعرفش حاجة في الإدارة والاتفاقيات. وبعد وفاة الضيف عملنا مسرحيات رائعة مثل موسيقى في الحي الشرقي وأهلا يا دكتور والمتزوجون وغيرهم، وكان بينا كيمياء خاصة. وعن آخر مرة رآه فيها قال الفنان سمير غانم: آخر مرة شفته لما عملنا الإعلان مع بعض، وكان مبتسم وفرحنا إن في عمل جمعنا بعد مرضه، وكان مبسوط جدا. متابعا: عملت تنازلات كتير في هذا الإعلان علشان خاطر جورج، وعشان نعمل حاجة مع بعض رغم مرضه. وأكد سمير غانم أنه منذ سنوات لم يرى جورج سيدهم قائلا: شفته في عيد ميلاده وكان قلبي بيتقطع لما بشوفه. لكن دلال فضلت تزوره بشكل دائم، وتتعاون مع زوجته ليندا لتنظيم عيد ميلاده ومحاولة إسعاده، وكانت الفنانة الكبيرة نادية لطفي تحرص على الاحتفال بعيد ميلاده. وتحدث سمير غانم عن دور الدكتورة ليندا زوجة الفنان الراحل جورج سيدهم قائلا: سيدة عظيمة وقفت جنبه سنين طويلة، شالت مسؤولية كبيرة طوال 20 سنة،
وأضاف سبحان الله جورج كان عازف عن الزواج لسنوات طويلة، ولكن ربنا أراد إنه يتجوز هذه السيدة العظيمة حتى تقف معه في محنته. وبتأثر شديد قال الفنان الكبير سمير غانم: يشاء الله أن يرحل جورج سيدهم في وقت بيموت فيه العالم كله من الرعب، مشيرا إلى صدمته بخبر وفاته وتلقيه عشرات الاتصالات من مصر والعالم لمواساته في وفاة رفيق عمره. كشفت الفنانة إلهام شاهين عن سبب تغيب الفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز عن فرح شقيقها أمير شاهين، والذي حضره عدد كبير من مشاهير الفن. وقالت إلهام شاهين لبرنامج الام بي سي تريندينج أن سبب غياب الفنان سمير غانم عن حفل زفاف شقيقها أمير هو إجراء الفنان الكوميدي الكبير عملية جراحية صغيرة منعته وزوجته من الحضور. كلنا عارفين دلال عبد العزيز صاحبة واجب. ومن جانبه قال الفنان سمير غانم أن حالته الصحية جيدة، فيما قام الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بالاطمئنان عليه، ربنا يقومه بالسلام. هو سمير يوسف غانم مولود 15 يناير 1937، يبلغ حوالي 83 سنة، وهو ممثل كوميدي مصري تخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكل من جورج سيدهم والضيف أحمد وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الإسكتشات الكوميدية كان أشهرها طبيخ الملايكة وروميو وجولييت. سمير غانم فنان مشهور ومحبوب جدا طبعا، في النص جورج سيدهم وعلى الشمال الضيف أحمد، ده سمير غانم حاليا ببرقته المشهورة. وتحمل حياة الكوميديان المصري سمير غانم الكثير من الأسرار التي لا يعرفها جمهوره على الرغم شهرته الواسعة عبر العالم العربي كله، من أبرز هذه الأمور زواجه من فتاة صومالية في مقتبل عمره قبل ارتباطه بالفنانة دلال عبد العزيز. وكشف سمير غانم خلال لقاء سابق على شاشة إحدى الفضائيات المصرية أنه تزوج في شبابه بسيدة صومالية، موضحا أنها كانت معجبة بفنه وتحضر لجميع مسرحياته، وأضاف أن الزواج استمر لمدة عام واحد فقط، مضيفا أن والدته كانت تحبها ولكن لم يستمر معها بسبب النصيب والاختلاف الطباع بحسب تعبيره، وتابع بالقول: كانت بتمشي ورايا في كل مكان، والحقيقة هي كانت سمرة بس قمر، وأمي كانت بتحبها أوي. وأشار إلى أنه عقد قرانه عليها عندما كان عضوا في فرقة ثلاثي أضواء المسرح، وأن من شجعه على الزواج منها هو صديقه الراحل الضيف أحمد.